اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد والعثور على نافذة قوالب لغلاف فيسبوك لأعمال التي للسوشيال ميديا على تطبيقك الخاص كانفا سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد هذه النافذة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها نأتي إلى الأعلى نضغط على هذه العلامة ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل نأتي إلى قوالب نقوم بالضغط عليه ثم نأتي إلى النافذة الموالية هنا لهذه النافذة الخاصة نضغط على كل القوالب ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل أضغط هنا على سوشيال ميديا ثم يأخذنا إلى هذه النافذة أضغط على منشور فيسبوك بعدها سوف يقوم بأخذنا إلى نافذة قوالب لمنشور فيسبوك للسوشيال ميديا سوف نقوم بالانتظار وبعد ذلك سوف يقوم بأخذنا إلى هذه النافذة المطلوبة هنا وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو